أنا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر على الإيقاعي المدمج ونحاول يعني نجعل الفكرة حية في أذهان المدربين، لأن هذه التدريبات الإيقاعية ممتازة لضبط الركوز اللي سميناها إحنا Coordinated Movements أو ريسبونس أو رانينج. هذا كل التسميات هي الكوردينيت موفمنت، مهمة من أجل تطبيقات التكتيك، خصوصا ما يكون هناك لاعبين يعني 6 8 أو الفريق ككل في حالة الدفاع وفي حالة الهجوم، فيكون هناك تناسق coordination بالحركات بالأركاض، بحيث لا تكون مبكرة الواحد عن الآخر، ولا تكون بوزن جيد يخدم لصالح حركة المجموعة بوجود الكرة أو حتى بالتراجع بدون كرة. فهذه تمارين coordinated movement واللي نسميها أركاض كرة القدم وتبادل الكرة بها، يعني من الفعاليات أنا أشوفها جيدة أنه تأخذها بالأسبوع 2 أو 3 مرات، بجانب ما قلت هي تطور لك عنصر اللياقة البدنية بشكل كبير. جيد جدا أن نهتم بهذا الموضوع، وهو يعني توصية وليس خيار محتم على المدربين، بس توصية فقط. التمرين إذا تشوف يعني بسيط، وبساطته تكمن في أنه نعمل شوف أرض الساحة كاملة بأي عدد من اللاعبين يبدلون المراكز، نشوف الحركة هي دحرجة نصف المسافة، مناولة نصف المسافة، مناولة مباشرة 25 ياردة، تبديل مراكز كامل، دحرجة نصف المسافة مناولة، دحرج نصف المسافة احتلال المكان مناولة مباشر، ثم تبديل مراكز، ويكون التمرين على هذه الشكل. لا يحتاج لشرح ولا يحتاج لتعليق، أحاول أترك تنظر لهذه الفعالية، أزيد السرعة فريم فريم عشان نشوف أهمية التنفيذ بالسرعة. وقلت أنا هذا جيد، يعني يضع اللاعبين في حالة تركيز عالية وفي حالة مراقبة بعضهم البعض لكي تبدأ الحركة، هاي الحركة بنفس الوقت. فهذا بس فريم زايد نأدي السرعة، هذا كله أركان. والركض خلي يكون 20 يارد، خلي يكون كما مخطط له، يعني لا بأس إذا كما مخطط له. أما إذا أردت تعمل هاي التدريب في ساحة أو مساحة معينة فلا بأس أعملها. يعني لاحظ من التمارين الجيدة الموثقة، طبعا موثقة، هاي أنا ما أعمل شيء إذا ما وثق، فموثق وجيد ومطبق، ووجدت من التمارين الجيدة. اذهب الآن إلى أي فيديو كليب لتدريب فرق عالمية، تجد أنه هذا أصبح النوع من أنواع التدريب شائع عالمي global من كافة المستويات في كافة الدول في كافة الساحات. أرجو أن تعيرون بعض الأهمية لما أضر وأقول، وهو كما قلت دائما أفكر بالعالمية. هي العالمية، العالمية ما يجيبون أشياء ما موجودة، العالمية هي الاستخدام مثلا لتدريبات في كل أنحاء العالم، ما مقتصر على نادي، لا توجد أسرار بكرة القدم الآن. لاحظوا، وأريد أي واحد من الملاحظين يجيبوا لي سر من أسرار التدريب، هاي تدريبات كرة القدم، وهاي الفترة اللي تتبع فترة الإحمام تكون فانتاستيك. يعني أنا أعتقد هذا أعتقد، طبعاً أنتم أحسن من عندي وعندكم الكثير، بدل أن أضع مساحة معينة أضعها الساحة الكاملة عشان الديمينشن أو الأبعاد مال المسافات يكون معروف، ما تحتاج إلى تقول هاي 20 ياردة أو 25 ياردة، معروف الآن.
نتفق أنه هذه هي بعض الأفكار اللي ترتبط بتطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب، ودائما نسأل نقول طور، عدل، بدل، زيد، انقص، كل شيء مرتبط بالبيج بوس، بالمدير الفني للفريق إن شاء الله. شكرا جزيلا.